خلال عرض له أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بخصوص إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم صندوق الاستثمار الاستراتيجي، أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بن شعبون اليوم برباط على أن صندوق الاستثمار الاستراتيجي سيعمل على دعم الأنشطة الانتاجية ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى. التفاصيل مع زميلة نجاة بوتفسوت. مساء الخير نجاة. مساء الخير جوهرة، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. حسب وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فإن صندوق الاستثمار الاستراتيجي الذي صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم بإحداثه الأسبوع المنصرم سيعنى بدعم الأنشطة الانتاجية ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى من خلال التدخل بشكل مباشر عبر تمويل الأوراش الكبرى للبنية التحتية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبشكل غير مباشر عبر المساهمة في دعم رساميل المقاولات التي تحتاج إلى أموال ذاتية بهدف تطويرها وخلق فرص الشغل. وأفادت الوزارة أن انتقاء المشاريع التي سيتم تمويلها عبر الصندوق سيكون بناء على أثرها على التشغيل، وفي هذا الإطار سيتم إحداث صناديق قطاعية أو موضوعاتية توجه بالأساس للاستثمار في مشاريع البنية التحتية أو دعم تطور المقاولات الصغرى والمتوسطة أو دعم الابتكار. وبخصوص التكلفة المالية، سيرصد لصندوق الاستثمار الاستراتيجي مبلغ 45 مليار درهم. وتوضح الوزارة أنه تم في إطار قانون المالية المعد للسنة المالية 2020 رصد مبلغ 15 مليار درهم سيتم تحويلها لهذا الصندوق من الميزانية العامة للدولة، في حين ستتم تعبئة 30 مليار درهم في إطار العلاقات مع المؤسسات المالية الوطنية والدولية وفي إطار الشراكة مع القطاع الخاص. اعتماد المرسوم المتعلق بإحداث صندوق الاستثمار الاستراتيجي يأتي تنفيذا لتعليمات الملكية الواردة في خطاب عيد العرش، خطاب تضمن رؤية استراتيجية لتدبير المرحلة التي تمر بها البلاد في ظل جائحة كورونا، إذ أكد الملك محمد السادس ضرورة إطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي وإطلاق إصلاح هيكلي كبير في المجال الاجتماعي وتسريع إصلاح القطاع العام. وحسب وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فإنه سيتم العمل على اتخاذ سلسلة من الإجراءات الفورية قصد التفعيل الكامل للتوجيهات الملكية. بالنسبة للشق الاجتماعي، سيتم العمل على التنزيل السريع للورش المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية، والذي سيمكن من تعميم التأمين الإجباري على المرض والتعويضات العائلية والتقاعد لفائدة كل الأسر المغربية التي تتوفر أو لا تتوفر حاليا على تغطية اجتماعية. أما فيما يتعلق بإصلاح القطاع العام، ستعطى الأولوية لمعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية. وبخصوص الجانب الاقتصادي، سيتم العمل على بلورة خطة شمولية ومندمجة للإنعاش الاقتصادي تتضمن إجراءات أفقية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات القطاعية، وذلك بهدف مواكبة الاستئناف التدريجي لنشاط مختلف القطاعات وتهيئة ظروف إنعاش اقتصادي قوي في مرحلة ما بعد الأزمة الصحية.